شباب، السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كنا في الفيديو اللي فات عملنا المثال بتاع البلاير، ان انا عملت ميثود بتاخد داتا من اليوزر او من اللاعب، وعملت ميثود تانية بتعرض الداتا اللي اليوزر اصلا دخلها. كده كانت فاضل لنا ميثود اخيره اللي هي السكيل افريج، ان انا اعمل ميثود بتحسب متوسط مهاره اللاعب ده، اللي هو مجموعهم على ايه، على عددهم. بس فهو الفيديو ده هيكون صغير، او هيكون تكمله للمثال اللي احنا كنا عملناه في الفيديو اللي فات. ثم بعد كده ان شاء الله في الفيديو الجديد هناخد مثال بشكل ايه، دسم اكتر برضه. طيب، ده كان اخر حاجه احنا كنا عملناها. ادي الكلاس بتاع البلاير، واحد بياخد داتا من اليوزر، بياخد الداتا اسمه، وبياخد النادي اللي هو بيلعب فيه، وبياخد عدد قوه الشوط وقوه الباص وعدد الاهداف. حلو. والمسؤول التانيه بتعرض الايه، التفاصيل دي. خليني اعمل بقى مسؤول التانيه واسميها بابليك. تمام. الميثود دي ممكن اقول له فيها public void، اقول له مثلا scale average بالشكل ده، وابدا اقول له والله اطبع لي مين بقى، اطبع لي قوة الشوط، هو متوسط المهارة مجموعهم على عددهم يعني، فانا مش هاخد ولا اسمه ولا النادي، هاخد بس قوة الشوط وقوة الباص وعدد الاهداف. فهقول له قوة الشوط زائد قوة الباس زائد عدد الأهداف على مجموعهم اللي هو 3. بس عشان أجمع الثلاثة دول مع بعض، مش إن هو يطبع لي الفاليو، هحطهم جوه قوس بالشكل ده. تمام. لو ما كنتش عملت القوس، هو كان هيعرض الفاليو بتاعت عدد الأهداف وقوة الشوط وعدد الإيه وقوة الباس. فلما احطهم جوه كوز بالشكل ده، هيجمع الفاليوز بتاعتهم ويقسمهم على 3. وهروح بقى طبعا عندي في المين هنا، طبعا السكيل افريج لسه ما نورتش، فهروح عندي في المين وهبدا ان انا اقول لميسي اعرض لي السكيل افريج. تمام. وخلينا مثلا نعمل ايه، يعني خلينا نعمل رن كده ونشوف اللي هيحصل. فاسمك ايه المره دي؟ مثلا اقول له رونالدو. فانت بتلعب انهي نادي؟ فهقول له مثلا اليوفي. تمام. قوة الشوط بتاعتك، فهقول له 99. قوة الباص 98. عدد الاهداف، فهقول له مثلا 80 او مثلا 99 جون ولا حاجة. فهيقول لي اهلا بيك يا رونالدو، انت بتلعب في نادي جوفنتوس، انت سجلت 99 هدف، وانت قوة الشوط بتاعتك 99، وقوة الباص 98، و 98 دي اللي في الاخر، دي المفروض السكيل افريج. تمام. بس انا ما فهمتش يعني، انا عشان انا عارف ان انا اللي عامل الميثود دي، وعامل هناك ان هي بتطبع مجموعهم على عددهم بالشكل ده، فهمت ان دي 98 ده المتوسط، بس هو كيو اكس او كيوزر اكسبيرينس انا مش فاهم، ما فهمتش ان ده المتوسط. فممكن ان انا اعمل ايه، ممكن ان انا اجي هنا مثلا واقول له والله، يا اما اجي هنا واطبع الكلمه ان انا اقول له مثلا ايه، مثلا your skill average is، نقطتين فوق بعض كده، واروح خارج بره دبل كوتس وعامل بلس، واعمل العمليه الحسابيه دي مجموعهم على عددهم. ايه تاني كان واقف معايا او شكله مش فاميليار قوي؟ ممكن انا مثلا اجي هنا لما اقول له مثلا اهلا يا رونالدو، انت بتلعب فور برشلونة، وممكن ازود عليها كلمة كلب، بتلعب لحساب نادي كذا مثلا، انت سجلت، واحط عدد الاهداف، وراح طابع كمان كلمة جولز مثلا. تمام. وهنا مثلا قوة الشوط بتاعتك از كذا، دي تمام مفهومة، وقوة الباص تمام، بس كده تقريبا. وبالنسبة للسكيل افريج، متوسط مهارتك بالشكل ده. والمين بتاعي خلاص كده، انا عملت كلاس، نزلت خدت منه اوبجكت، عملت له انيشاليزيشن عشان اعمل له كرييشن واحجز له مكان في الميموري. ثم بعد كده مسكت الاوبجكت بتاعي، نزلت على اول ميثود. الميثود دي كانت بتست الايه، البلاير ديتيلز، وهنا بتشو البلاير ديتيلز، وهنا بتكالكوليت السكيل افريج. تمام. تعالوا نعمل رن كده نشوف الرن بتاعنا.
اسمك ايه؟ اسمي رونالدو، بتلعب في نادي ايه؟ بلعب في نادي اليوفي. شوت باور هقوله 90، الباص 98، عدد الاهداف 95. فراح قايل لي ويلكم رونالدو، انت بتلعب لنادي جوفي كلاب، و95 جول. وطبعا لزقها قوي، فكنت محتاج ان انا اجي هنا بس كده واسيب مسافة فاضية هنا بالشكل ده. تعال نعمل ران تاني بالمرة عشان الكلمة ما تلزقش في بعضها كده. فهبدأ ان انا اقول له رونالدو اليوفي 98، 95 او 96، عدد الاهداف 97. فراح قايل لي اهلا يا رونالدو، انت بتلعب لنادي اليوفي، انت سجلت 97 جول، قوة الشوط، قوة الباص، السكيل افريج بتاعتك از، وراح جايب كام؟ 97 مجموع الثلاثة على عددهم، راح مطلع لي كام؟ 97. طيب يبقى احنا كده في المثال ده قدرنا ان احنا نعمل داتا وناخد داتا من اليوزر ونعرضها ونعمل ميثود ثالثة بتجيب بتجيب متوسط مهارة اللاعب ده. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل مثال تاني اسمه بانكينج سيستم. المثال ده يعني هو كبير شوية او في تفاصيل اكتر شوية، هندخل فيها الكنترول ستيتمنت زي الاف والالس او السويتش كيس. المثال بيتكلم عن هو يعني كلون لـ ATM، او مثال لـ زي الـ ATM كده، ان انا لما بخش على الـ ATM بحط الكارت بتاعي فيطلع لي تفاصيل الكارت ويقول لي عايز تعمل سحب ولا ايداع ولا كشف حساب مختصر مثلا. فابدا ان انا اقول له عايز اعمل سحب، فيقول لي تسحب كام، فاقول له ادخل مثلا رقم، فيقول لي ايه ماشي، يا اما يسحبه يا اما يقول لي معكش رصيد مثلا. طبعا تفاصيل اللي ابدا ان شاء الله هنتكلم فيها في الفيديو اللي جاي. الفيديو هيكون طويل شويه، فاشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.